إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في البث المباشر من الدار البيضاء. احنا الان نتواجدوا في منطقه البرناسي، ساكنه املاك البرناسي. كيف كتشوفوا معنا هذه الناس اللي غانيه ومعنا ناس كبيره هنا في هذه المنطقه هذه. كيف كتشوفوا معنا الازبال، حيوانات، حشرات، المياه، حتى من طاقه العوق. مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف هذه المنطقه هذه. كتعرفوا الطائر العوق كيعيش ما بين 10 سنين حتى 15 سنه، كيعيش في البلايص اللي فيهم التلوث وفي يوم الخميس كيعيش في القرايات. كتشوفوا معانا الطائر ولا كبر هنايا في المنطقة هادي. والطائر هو كنعرفو أن فيه جوج ديال الألوان، فيه بيض وفيه كنشوفو صوارة. الطائر هذا كنشوفو بلو، كنشوفو أصلا بلو، كنشوفو واحد النوع آخر ديال الطيور. فصراحة هادشي ماشي خطير في المنطقة هادي. كنشوفو معانا الكلاب الضالة وليدات صغار كيدوزو من هاد البلايص هادي كيمشيو للمدرسة ديالهم. الله يحفظ الله توقع حاجة. كتشوفو معانا الناس كتحط الشرجم ديالها، كتشوف هاد الخميس، كتشوف هاد الحالة الكارثية، كتشوف هاد الأنواع ديال الحيوانات اللي كنشوفوها في هاد المنطقة هادي. نتمنى من الناس المسؤولين يجيو يحيدو هاد الأزبال، يجيو يحيدو هاد الحالة الكارثية اللي كيشوفوها أو اللي كيعانيو بها. الناس شارية 25 مليون اللي كتشري، يوعدوهم باللي غيلقاو الجرايد، يوعدوهم باللي غيلقاو الحمامات، يوعدوهم باللي غيلقاو الجوامع، حتى يديرو لهم هاد الحاجة اللي من قدام باب ديورهم. حتى كنعرفو الطائر هو جنب الدنيا. انتو غير كتشوفو معاهم، شوفو الصورة واضحة قدامكم. شوف الناس كتجي كتهزلي كتخلع هاد الطائرة قطرة هنا. هادشي خطير صراحة. إلا بقى هادشي هكا راه الطائر عوو غادي يقضي على هاد البلاصة هادي اللي ساكن ولا يوين في أملاك البرناوسي. ماشي الناس اللي ساكن اللي شاري ب25 هادو هما أصلا كيهاجرو كيجيو لهاد البلاصة. شوف دري مازال صغير كان كاين وليدات صغار اللي كيجي له حز بالوالي. ولكم شي طار وما كاين لا طار. كاين البقر الله يحسن نعم صراحة.